ويظهر انه لعب يوسف نيان ماشي يوسف لعب امامية جفاد رخشيان يوسف نيان ماشي يوسف ماشي يوسف للعمق فحاول عدي لكن يبقى عليه منصور حسين يبقى عليه خطيرة جيد لعبها يوسف خالد الرويحي ما يسيطر على الكرة حسن حسين البيشي يلعبها وصل لحسين مرة أخرى رخشيان يوسف اثنيان الدائرة يوسف يوسف اثنيان ناقلها أمامية عبد الجواد يقطعها برا ليوسف اثنيان اللي في منتصف الملعب في الدائرة يوسف يحاول يعدي ماشي يوسف اثنيان ماشي لكن يقطعها منه منصور حسين وترجع لسلمان العمران سلمان العمران ليوسف اثنيان اللي بيتحرك في كل مكان يوسف ولاعبها وليد لمنصور توصل الكرة باتجاه يوسف تسديدة قوية من يوسف داخل المرمى الهدف الأول للهلالي من كرة باغتة سددها يوسف اثنيان بيا فاروق تعدي وتدخل المرمى الأهلاوي على يسار مسبر الشمراني هدف أول في الدقيقة 30 يوسف اثنيان رقم 15 لاعب الدولي يسدد بيساره ويسجل الهدف الأول للهلالي من بداية الشوط الأول من المباراة ويوسف اثنيان بيتحرك في كل مكان وبيقدم مستوى جيد الحقيقة وشوف هذا منصور المينع لعبها وصلت ليوسف اثنيان اللي سددها باتجاه المرمى تعدي على يسار مسفر الشمراني رغم انه مسفر حاول فيها لكن كانت كورة باغتة على مسفر والأكثر ضغطا صعوبة من يوسف اثنيان من جهة اليسار ومعه باسم أبو داود وخطأ الهلال ضرب الزاوية ملعوبة لكن مقطوعة بالرأس يوسف اثنيان يلعبها ملعوبة لكن مقطوعة بالرأس يوسف اثنيان يلعبها يوسف اثنيان يوسف اثنيان ومعه حمزة صالح يعدي يوسف ويلعبها طويلة لطارق عدي وهجمة الآن مرتدة ملعوبة باتجاه فادر الخشيان هجمة الهلال هجمة الهلال داخل منطقة 18 الهلال يلعبها ولسه الكرة خطرة بالمرمى وهدف الهدف الثاني من كرة مباغتة